السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ نورين تاني قناة المكتبة، معاكم محمد، والنهاردة هنعمل ريفيو عن الساعة الجديدة الـ FT Smart Watch. كنا لسه امبارح او من يومين عاملين ريفيو للساعة الـ FT 30، وكنا من فترة قلنا ان هي بتقلد او فيها نفس الخلفيات او شوية شبيهة للساعة الكي 8. الساعتين هيكونوا موجودين في الايفون لو انت عايز تراجعهم، لكن النهارده احنا معانا سمارت واتش اف تي 50، فيلا بينا نبدا الفيديو عشان نعرف الدنيا فيها ايه. يلا بينا. الساعة السمارت واتش الاف تي 50 اللي بتيجي بباكت اسود شياكه شويه، في تقليد شبه واضح نسبيا بالنسبه لي انا، عشان انا كنت معجب قوي بالكي 8، ففي تقليد شبه واضح للساعه الكي 8 حتى في نفس العلبه، الخلفيات، الالوان بتاعه الساعه. طيب عندنا هنا ده اللون بتاع الساعه الداخلي، اللون الاستيك ولون البادي بتاع الساعه. هنا اف تي سمارت ووتش، هنا شويه داتا بالملي نفس اللي مكتوبه في الاف تي 30. حاسس ان الموضوع متاخد كوبي بيست، لكن مغيرين هنا وحاطين الكيو ار. كان في الاف 30 مش حاطين الكيو ار ولا حاطين شكل الساعه، لكن الكلام بالملي هو ما لقيتش فيه اختلاف، رغم ان الساعه من جوه فيها اختلافات كتيره. طيب نفتح العلبه ونشوف الدنيا فيها ايه وايه المكونات، وهل هي زي كل الساعات ولا الدنيا مختلفه. يلا بينا. نفس الورقه برضو، مش عارف لازمتها ايه، بس ممكن يكون ليها لازمه انا مش عارف، معها الاستيكات العاديه اللي بتكون موجوده في كل الساعات، والخامات بتاعتها متواضعه نسبيا. وادي الاستيك، ادي البادي بتاع الساعه اللي برضو فيه الغلاف اللي بيحميها، اللي قلنا قبل كده في الاف 30 ان هو مش موجود، غير شفناهوش غير في الكي 8 لانها متكرر في الاف تي 30 والاف تي 50. بعد كده عندنا الشاحن الغريب العجيب اللي اول مره اشوف الشكل ده، وكي عندنا اخر حاجه الكتالوج اللي ظريف، يعني في شويه داتا حلوه هنقولها كلها في مراجعتنا للساعه. ادي الساعه، وادي الاستيك، ادي البادي بتاع الساعه، وادي الاستيك، وادي الكتالوج. تعالوا نتكلم عن الشاحن اللي احنا مش هنرجع له تاني. فهو الشاحن بيجي بالشكل ده كده، تقدر تفتح الشاحن وتحط الساعه جوه، وهو في 4 سوكت لان الشاحنه بتشحن ب4 سوكت، وده بيخلي الساعه تتشحن في وقت اسرع. عندنا بنقفل الساعه جوه البوكس ده كده، وهو بيشحنها بيحكمها كويس جدا، وبيشحنها حتى لو هي وقعت منك او حاجه هيحافظ لك على الساعه لو هي جوه البوكس ده. اول مره نشوف شاحن بالشكل دوت، وانا اظن ديت من الحاجات الكويسه اللي انا يعني شايف ان هي اضافه كويسه للساعات اللي في الفئه السعريه من 500 ل 700 جنيه، مش موجوده في اي ساعه شفناها قبل كده. مش هنتكلم تاني عن الشاحن، هو الشاحن بيجي بالشكل ده، المطلوب منك تحافظ عليه جدا لو انت تشتري الساعه دي في اي وقت، لان هو لو ضاع للاسف حتى الشواحن العاديه اللي موجوده اللي ممكن نبدلها باي ساعه تانية مش هتقدر تشحن بيها الساعه دي عشان اوبشن ال4 سوكت ده. كده احنا اتكلمنا عن تفاصيل البوكس، يلا بينا نخش جوه الساعه ونشوف التفاصيل اللي جوه الساعه. زي ما عودناكم في كل الريفيوهات اللي بنعملها، ان احنا اول حاجه بنستعرض مكونات البوكس، وبعد كده بنتكلم عن الساعه من جوه، وبيكون الجزء الثالث بيكون فيه تشغيل الساعه على الموبايل، واخر حاجه بنقفل الفيديو بنقول لكم راينا في المنتج اذا كان هو كويس ولا مش كويس. ده شكل الساعه، وهيكون معانا واحنا بنستعرض الساعه هيكون معانا الاف تي 30 عشان نعمل بينها مقارنه. فده شكل البادي بتاع الساعه زي ما انت شايف كده، الخامه بتاعته برضو افضل من الاف تي 30 اللي هي معانا برضو. فاحنا لو هنبص كده على الساعتين، فانت عندك الاف تي 50 ارفع سنه من الاف تي 30، وده بيخلي وزن الاف تي 30 اللي هي دي اتقل شويه من الاف تي 50. والله السنسور اشتغل كويس، هو ما كانش راضي يشتغل امبارح كويس وانا بعمل الريفيو، بس هو دلوقتي شغال كويس سبحان الله. يعني بص يا سبحان الله، كان شغال كويس وقلت ان هو مش شغال معايا والحكايه والروايه، هو شغال كويس جدا اهو اهو. لا 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 ما كانش راضي يشتغل معايا امبارح خالص. يلا مش مشكله، ادينا فرصه وضحناها في الفيديو دي. الاف تي 30 يا جماعه السنسور شغال كويس ومش معلق، انا اللي ما كنتش ظابط امبارح معايا اهو. طيب يلا خير. فعندنا هنا الاف تي 50 ارفع شويه من الاف تي 30، السماعه بتاعت الاف تي 30 بتيجي في الجنب، ال 50 بتيجي ورا. صوت الاف تي 30 مش كويس شويه وبتحس ان هو مزعج، صوت الاف تي 50 سلس شويه، بس طبعا الصوت واطي جدا، يعني عمرك ما هتعرف تسمع الصوت بتاع الساعه دي غير وانت قاعد في اوضه فاضيه بتقرا كتاب. بس دي الحاجه الوحيده اللي ممكن اقول لك شغل الساوند من خلال الساعه. عندنا طبعا في ظهر الساعه
الاف تي 30 الشاحن بتاعها بيجي بالشكل ده، لكن في الاف تي 50 سوكت الشاحن بيجي بالشكل ده. وده من وجهه نظري بيخلي الشحن اسرع شويه وبيخليه تتشحن بسرعه. دي ممكن تتشحن في ساعتين، الاف تي 50 ممكن تتشحن في ساعه ساعه وربع. مش هنطول في المكالمه اكتر من كده. عندنا اخر حاجه ان الاف تي 30 فيها زرار اللي بيوديك للمكالمه على طول، لكن الاف تي 30 مفيش فيها زرار ده. طيب عندنا برضو يعني هو المنتج برضو عشان يتباع يعني لازم ايه يحط اوبشن ويشيل اوبشن. خلينا كده بقى نشيل الاف تي 30 وهنرجع لها تاني لو احتاجنا باذن الله. طيب نخش بقى نفتح الباور بتاع الاف تي 50 ونشوف الدنيا عامله ازاي. اللوب وحركات اهوت وشغل دلع، وده صوتها في الفتح، وده سمارت ووتش، وادي الخلفيات اللي شبه خلفيات الكي 8 اللي انا ما زلت معجب بيها جدا وما لقيتش ساعه لسه افضل منها. نعد الخلفيات يلا عشان بنحب نوري الناس في كام خلفيه في الساعه. فعندنا خلفيه واثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 خلفيه، يعني رقم كويس جدا. الساعه ما بتغيرلهاش خلفيات، فرقم كويس جدا ان انت تتبسط ما بين الخلفيات المختلفه في الساعه. الساعه دي من الخلفيات الجميله اللي موجوده في الكي 8، ودي برده من الخلفيات الجميله اللي موجوده في الكي 8. اظن الناس برده حابه، والخلفيات الجميله اللي موجوده في السيريس 5. الساعه ما فيش فيها السكرول برده نفس الكلام، كل الفئه السعريه ما فيش فيها الكلام ده، وده اوبشن برده مكلف الى حد ما. عندنا الساعه ما فيش فيها اي تحكم من بره غير ان احنا نعمل كده، وفي الحاله دي بيديك ثلاث اوبشنات بالظبط، ان انت تخلي التطبيقات سمارت او تقفل الصوت او تفتح بلوتوث، غير كده مفيش اي حاجه. تخش بقى في الجنب او يمين او شمال او تحت، الحاجات دي كلها بتخليك تخش جوه الساعه نفسها. الساعه من جوه مفيش فيها اي حاجه اضافيه نقولها غير ان هي فيها مايك، ولا لما سجلت ما لقيتش ان انا عارف ارجع للمكان اللي بيسجل الصوت. وبالمناسبه لما بتوصل الساعه على الكمبيوتر بيديك ان في يو اس بي موجود على الساعه، بس ما وصلنيش خالص في الكمبيوتر. اوبشن برده ممكن مع الاستخدام يوضح اكتر، بس هو بالنسبه لي لسه ما كانش واضح. يعني عندنا الساعه فيها رسائل، الاوبشن بتاع رسائل كويس جدا، تقدر ان انت ترد على رساله من خلال الموبايل. فاحنا لو احنا موصلين الموبايل بالشكل ده هيجي لك الرسائل، وتقدر ان انت تعمل رد على الرساله برسائل مسجله. عندنا كمان ادي المكالمات، ادي جهات الاتصال، وادي المكالمات، وادي المكالمات الفائته. طبعا الهارت ريت والضغط الدم والاكسجين دي كلها ارقام فيك. هوريكم دلوقتي الشكل هيكون عامل ازاي لما نعمل كده ونقول ستارت من غير ما نحطها على ايدنا ولا الهواء. هتلاقيها اديتك قياسات، وطبعا كل الساعات اللي في الفئه السعريه دي نفس الكلام. اي حد يقول لك غير كده يبقى بيقول كلامه خلاص. انا من غير ما احطها على ايدي جايبه 79 نبض، نبض الهواء. الله كلنا في الهواء سوا. طيب عندنا اله حاسبه الناس بتحتاجها، عندنا فالطقس بياخد الداتا من الموبايل، فمن الحاجات برضو كويسه. عندنا كليندر، وعندنا وضع النوم. في حاجات كويسه في الساعه، ادي عندنا الستوب ووتش من الحاجات برضو اللي انت ممكن تحتاجها في الساعه، وعندنا فايند ديفايس تحكم في الموزج، وعندنا ريموت طبعا موجود عشان لو انت عايز اندرويد واي او اس، من الحاجات برضو الكويسه اللي في الساعه. طبعا عندنا نسبه الاكسجين والحاجات دي كلها، خلاص بلاش نقول كلام متكرر، الحاجات دي كلها فيك ملهاش اي داعي في الساعه. انا اظن بقى يحترموا عقولنا شويه وبلاش يحطوا الحاجات دي كنوع من الكواليتي الكويسه، بدل ما لهاش لازم ما تحطهاش. بس كده ادي الحاجات اللي موجوده في الساعه، مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده. تعالى نخش جوه السيتنج. الساعه برضو تدعم اللغه العربيه، فهنخش جوه السيتنج ووريكم الدنيا هتبقى عامله ازاي لما نيجي نحول اللغه من غير اصلا ما نوصلها على الموبايل. طيب ادي بنخش على الانترناشنال كده بالشكل ده، وبنقوم رايحين قافلين الاوتو ساينس، نخليها اوف كده، نخليها اوف. وبعد كده نخش على اللانجوج، عندنا لغات كتيره منهم لغتنا الام وهي اللغه العربيه. العربي هتبقى الساعه العربي، واللغه العربيه في الساعه جميله جدا مفيش فيها اي مشكله. في حاجه ثانيه عايزين نقولها عن الساعه؟ طيب كده احنا خلصنا الدنيا جوه الساعه واتكلمنا عن كل حاجه اللي فيها بالتفصيل. خلونا يلا نروح نربطها بالموبايل ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. يلا بينا. جينا دلوقتي لاهم جزء، وهو الجزء الخاص بربط الساعه بالموبايل. الجزء دوت مع الريفيوهات اللي احنا بنعملها والاستفسارات بتاع الناس، في مشاكل والموضوع بقى يعني شبه في جزء من الرخامه كده عند الناس، والناس بقت بتتضايق قوي من موضوع كونكشن الموبايل، خصوصا الناس اللي معلوماتها في التكنولوجي شويه مش مدركه كل الامور. وده كان حالنا كلنا في يوم من الايام يعني. وانا دلوقتي بعمل كونكشن للساعه بالموبايل اللي انا بعمل بيه على طول مراجعات، البرنامج بتاعها مش قابل ابدا ان ينزل على الموبايل. كان الموضوع فيه صعوبه بالنسبه لي، وكان اسم البرنامج لافن هيلث. طيب البرنامج باللوجو اللي انتم شايفينه بالشكل ده اللي هو تيبيكال، من اسم برنامج تاني اسمه لافن وير. طيب انا دلوقتي جاب لي البرنامج دوت، طب انزل البرنامج، نزلته،
الله جميل. اعمل سيرش يا باشا ما بيجيبش سيرش نهائي، ودي كانت مشكله قابلت ناس كتيره خصوصا اللي اشتروا ساعه، في ساعه اسمها اي 7 كان في مشكله في الكونكشن، كنا مضطر ننزل برامج تانية، لكن هي ما بتشتغلش اصلا على البرنامج ده. البرنامج اسمه لافين وير وهو نفس كل حاجه، يعني انت لو قارنت بالواجهات وبعضها، هو نزل عندي في الموبايل التاني وهاخد منه سكرين شوت فيديو هوريكم ان هو بالظبط. تعال نعمل سيرش ونكتب لافين وننزل كده اهو لافين وير، تمام نفس اللوجو بس بيقابلنا مشكلة، ونفس حتى الواجهات بتاعت لافين هيلز ده، لكن برنامج مختلف. وهو انا لما ربطته على الموبايل التاني اللي انا بصور بيه حاليا للأسف مش عارف اعمل الكونكشن بيه. طيب خلينا نربط الساعة بلوتوس ووريكم شوية الحاجات اللي ربط بلوتوس، وبعد كده هننتقل للسكرين شوت وهنتفرج بعد كده على ربط الساعة بالموبايل سكرين شوت، وهيكون في كادر تاني بيتصور. بالمناسبة الساعة بتشتغل كويس جدا على ايفون، وهيكون برضو في اخر الفيديو فيديو لواحد كان عامل ريفيو للساعة FT50، سواء كان فيديو صوت بس وكان حد اجنبي، فانا هاخد الجزء الخاص بربط الساعة بالايفون وكانت شغالة تمام جدا وكانت كويسة جدا معاه، فده نقطة كويسة انا متأكد جدا انا بتكلم منها ان الساعة FT50 بتشتغل كويس على الايفون، عشان انا مش معايا ايفون ومعرفش اجرب الساعه على الايفون، لكن تمام انا شفت الفيديو كانت الساعه شغاله زي الفل. خلونا يلا نربط الساعه بلوتوس عادي ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي لما نربطها. بس نفتح البلوتوس، نخش على سيتنج البلوتوس، يعمل سيرش، هي اوريدي كانت موجوده FT50، وبالمناسبه الكونكشن ده بتاع المكالمات والكونكشن الثاني بتاع السوفت وير. طبعا احنا المهم عندنا نربط المكالمات لان ده هو ده اللي احنا بنحتاج نعمله دايركت بالساعه، لكن الكونكشن بتاع السوفت لازم نعمله بالبرنامج. تمام احنا كده ربطنا اهو، واظن ان هو بيطلب منك شويه اذونات المفروض بتوافق عليها، فانت عندك موافق تمام قبول اهوت الشكل من جلاكسي S6 Edge. تمام الساعه مرتبطه وبلوتوث بتاع الساعه كمان مشغول. في هنخش على الساعه، هنخش طبعا على تمام كده، هو طلب الاذن ان هو يعمل التزامن واوريدي دلوقتي بيعمل التزامن مع الساعه. كان في ناس اتكلمت على البيج وقالت ان احنا الساعات اللي احنا جبناها قبل كده مش بتعمل تزامن الاسماء كلها، بيعمل لك 50 او 60 اسم. فانا الاوبشن دوت انا جربته هنا، فقعدت اعد اسماء كتيره واحنا عندنا على الموبايل بتاع 3000 اسم، فمش هعرف اعد بقى 3000 اسم، لكن انا وصلت لحد 200 250 او كمان 300، ولقيت ان الساعه لسه فيها اسماء، فمش عارف هيبقوا كده مطمنين ناحيه الساعه ان هي بتاخد اسماء كتير ولا لا. انا قلت المعلومه وانتوا براحتكم بقى في موضوع التاكد منها. هو دلوقتي بيعمل تزامن للاسماء وزي ما انتوا شايفين اهو اسماء كتيره جدا. هو الساعة بتقرأ كل الأسماء، مفيش مشكلة في الجزء ده. على سجل المكالمات موجود تمام سجل المكالمات. عندنا ايه تاني مهم في الكونكشن دايركت؟ التحكم في الميوزك شغال تمام زي الفل. عندنا نقطة مهمة عايزين نقولها عن الساعة، ان الساعة صوتها واطي، هسمعكم صوتها دلوقتي. الميوزك شغالة، صوت الميوزك واطي جدا، لكن احنا اوريدي نقدر نتحكم فيها من هنا، بيجيب الأغنية اللي بعد كده تمام، نقدر نقلب الأغنية بالشكل ده تمام عن طريق الساعة نقدر نقلب الأغنية. من النقط المهمة برضو ما بين الساعة الـ FT30 والـ FT50 هي تاريخ إصدار الساعتين. أنا شوية يعني قلت ان الساعة الـ FT50 افضل عشان هي اجدد في السوفت، وعشان هي بالنسبة لي شايفها ان هي بتاريخ اصدار احدث، فده بيخلينا اقول ان الساعة افضل. يعني مثلا لو احنا شفنا الخط هنا وشفنا الخط هنا، هنلاقي ان الخط هنا كبير كعبل، الخط هنا رايق وسموش شويه. تاريخ الاصدار هنا 21/4/2020، تاريخ الاصدار هنا 18/5/2020، ساعه اجدد منها بشهر. كمان عندنا الخلفيات بتاعه الساعه، الخلفيات الجديده بتاعه السيريس 5 اللي شفناها في الكي 8، لكن هنا عندنا الخلفيات العاديه اللي متكرره في كل الساعات اللي موجوده في السوق. هنا عندنا يعني الموضوع مختلف شويه. عندي هنا برضو نقطه مهمه عايزين نتاكد منها، وهي نقطه السطوع، لان كان في حد نبهني ان السطوع في الشاشه ال FT30 افضل، فخلينا نجيب خلفيه متكرره او موجوده في نفس الساعتين ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي والاضاءه هتبقى عامله ازاي. يعني دي الخلفيه اللي غالبا متكرره في الساعتين،
مش عارف يعني، انا مش حاسس ان في فرق، انا حاسس ان الالوان دي يعني اوضح شويه من الالوان دي يعني. كمان تعال نخش جوه التطبيقات كده، التطبيقات شكل التطبيقات يعني انتوا قرروا انتوا، مش عارف الاف تي 50 افضل ولا الاف تي 30، والله قولوا لي في الكومنتات انتوا شايفين ايه الافضل. خلونا بقى نربط الساعه وسوفت ونشوف الدنيا تبقى عامله ازاي، ويلا بينا نروح للسكرين بتاعه الموبايل.